صممت مشروع إدارة الأعمال شركة دبليو إس أتكنز، شركة معروفة، هي اللي صممت معلم من معالم دبي وهو برج العرب، ونفس المهندس هو الذي صمم هذا المشروع، ويعني طريقة تصميمه أخذنا في الاعتبار كثير من الأمور المطلوبة محليا من الخصوصية، ورغم أنه على بحر، ولكن يعني وفرنا مساحات شاسعة من السواحل. كان المشروع يقع على 4×5 كيلو، إذا كان الشاطئ 4 كيلو، الشواطئ الآن تزيد على 15 كيلو، الواجهات البحرية كانت هذا الشاطئ اللي هو 4 كيلو، صارت الآن الواجهات البحرية تزيد على 30 كيلو، إجمالي الواجهات البحرية مع الشواطئ يفوق 45 كيلو متر، وهذه مساحة يعني شاسعة من الواجهات البحرية والشواطئ. المشروع يتكون من جزر سكنية كمشروع بنفسه، فهناك 11 جزيرة سكنية، وهناك بعد مشروع ثاني اللي هو مشروع الجولف كورس، هو مشروع بحد ذاته. يعني الفكره اللي بنوصلها ان مشروع دره البحرين ازيد من مشروع بحد ذاته، فمشروع الجزر هو مشروع كامل، مشروع الجولف كورس هو مشروع ثاني داخل دره البحرين، مشروع المارينا هو المشروع الثالث، مشروع المنطقه التجاريه هي المنطقه المشروع الرابع، والمشروع الفنادق والفندق الرئيسي هو الخامس، فهناك عده مشاريع تتكون منها دره البحرين. مشروع بالحجم ده طبعا يعني في جزء كبير جدا منه في البحر، ايه اكبر التحديات في العمليات الانشائيه؟ واكبر التحديات عمليه انك تدفن المشروع، دفان الجزر بدون ما تاثر على 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 البيئه البحريه. هذه تحدي رقم واحد. يعني فاللي سويناه قبل ان نباشر عمليه الدفان كنا حريصين أن يكون طريقة الدفان ما تأذي الحياة الفطرية الموجودة في البحر. فهذه التحدي رقم واحد، والحمد لله يعني بعد ما اكتمل الدفان واكتملت الحماية الصخرية اللي نشوفها احنا بطول تقريبا 45 كيلو متر، اتخلقت بيوت وأحياء حق الأسماك ومحامي طبيعية استوت للأسماك. فنسبة الأسماك في المنطقة زادت بشكل كبير جدا. عملية تسويق المشروع، طبعا أنتوا سوقتوا المشروع قبل عملية البناء، عملية تسويق المشروع يعني كيف كانت؟ لأنه عشان تسوق مشروع هو حلم. أنا لو حد كان جي قال لي من 5 سنين أنه حشوف البحر ده أرض ويطلع عليه البيوت، يعني عملية التسويق أكيد كانت إزاي؟ كانت سهلة؟ والله لا، ما كانت سهلة عملية التسويق، يعني كانت صعبة في البداية، بس هناك عدة عوامل واحد لازم يأخذها في تسويق أي كان أهم شيء كان عندنا في عملية التسويق منه ملاك المشروع. هذا كان التحدي، يعني الشيء الاساسي اللي احنا نسوق على اساسه. فلو طرحنا ان احنا نقول تكلمنا ان بالاضافه الى حكومه البحرين هناك بيت التمويل الكويتي، ومعروف في بيت التمويل الكويتي في المنطقه هنا ان 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 من المصارف الاسلاميه الرائده والكبيره ولها مصداقيه كبيره جدا. فكان يعطي اطمئنان كبير للملاك او الراغبين في الشراء ان 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 اللي يقومون بالمشروع زين عندهم القدره انهم يخلصون المشروع على اكبر وجه. مهما الواحد تكلم عنه والله يعني ما يعطي حق المشروع، يعني مشروع على مساحه 25 كيلو متر مربع في البحر، يعني كان بحر وذي الى ما اصبح الان مثل ما شفتي حدائق وسواحل ومنتجعات، ويعني كل ما بغيت تلقينا في هالمشروع. تمشي الجلسه بس في 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 هالمكان هذه يعني تريح الانسان. يعني ما تعرض عليكم المشروع ده ابو ناصر في الاول خالص من 5 6 سنين، كان ايه شعوركم؟ ما كانش عندكم بعد القلق انه مشروع بالحجم ده وانه مشروع يعني ما فيش زيه، يعني جديد تنفيذه مش سهل، ما كانش عندكم بعد التخوف منه؟ والله شوف، هي طبيعي احنا ما بدينا في المشروع الا بعد الدراسه
يعني احنا بعد ما كلفنا المستشارين وعملنا دراسة للمشروع تكاليفه ومدى تنفيذه وقابلية تنفيذه شفنا المؤشرات كلها يعني معظمها إيجابية وبفضل الله بدأنا في المشروع وبدأ المشروع يمول نفسه كذلك يعني مو يعني حتى حجم التمويل هذا يعني كذا مليار دولار يعني أخذ من نفس المشروع هو يمول. بعتوا الوحدات وهي بتتبيع؟ بعنا وهي توها يعني أرض يعني. وانتوا بعتوها بسعر النهاردة السعر يمكن تضاعف اليوم السعر يعني أقل ما أقول لك تضاعف حوالي 100% يعني الفيلا اللي بعناها مثلا ب 145 اليوم يعني حوالي 300 ألف يعني فتدوب المشروع الله يرزقهم والحقيقة مشروع يسوى يعني الواحد يحس يعني في حياته أنه سوى شيء زين هذه من الأمور للواحد يعني يعتز فيه أنه والله وراها المشروع والحقيقة طبيعي هذا جهاز كامل سواء في الكويت ولا في البحرين يعني آلاف اشتغلوا في هالمشروع وأسد الشكر للجميع الحقيقة ما أقول والله أنا اللي سويته الجميع اشتركوا في هالمشروع هذا والحمد لله يعني مشروع اليوم الواحد يفخر فيه الآن أعتقد البحرين تفخر فيه الخليج كله يفخر فيه مثل هالمشروع هذا الحمد لله انا اقدر اقول ان بيت التمويل الكويتي احنا فخورين بتواجدنا في البحرين واتباع النموذج هذا ممكن نطبقه في دول مجلس التعاون ما في بالعكس احنا لنا رغبه من ان نتوسع وان اعاده تطوير هذه العلاقه مع في دول مجلس التعاون اعاده تقديم هذه الخدمات عن طريق بيت التمويل الكويتي المطلوب الآن هو بعد هالتجربة هذه تفهم دور البنوك الإسلامية يعني سواء عند المودعين عند التجار عند الجهات الرقابية كذلك يعني دور البنك الإسلامي مو دور بس والله يجمع فلوس ويسلف لا هذه دور يجيد دور التنموي ودور تحمل المودع للمخاطر اللي يدخل فيها المخاطر المدروسة وتبين الحقيقة من خلال السنوات أداء معظم البنوك الإسلامية أفضل من التقليدية سواء بالتوزيع وتوزيع المخاطر ففضل الله يعني في ظل بعد التوفيق الله سبحانه وتعالى في ظل وجود أجهزة متخصصة استطعنا الحقيقة أن ننجح فيه في مثل هذه المجالات نموذج بيت التمويل الكويتي في البحرين قد يمثل خارطة الطريق للاقتصاد الحقيقي الذي يحقق المبادئ الأساسية للعمل المالي الإسلامي وهي تسهيل حياة الناس وخلق الفرص وإعمار الأرض وفي النهاية تحقيق الربح نراكم على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من عين على الكويت هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي